فنانة لوريس قزاق، يمكن مؤخرا شوي عم نسمع قليل تواجدك ببعض الأعمال، هل هي شروطك الكبيرة؟ لا ما في هيك شروط، لا كبيرة ولا صغيرة ولا هي بس ظروف معينة أو شروط معينة خليني أقول. وشايفة هلا أنت الوضع بالعكس، أنا شايفة فيه شوية تحسن، يعني في حركة فنية على صعيد الدراما يعني، وعندي هلا مشاركة. بس هذا السؤال أنا بتمنى توجهيه لغيري، يعني توجهيه للمنتجين، للمسؤول عن هذا الحكي، لأ منتج مخرج كاتب ما بعرف، بس بشكل عام إنه الوضع تمام يعني لحد ما، يعني خليني أقول في عندي مسرحية هاي السنة، هلأ المراحل الأولى من التحضيرات مع التحفظ، لأنه أنت بتعرفي يعني هلأ التحضيرات الأولى في مين بيعتذر، في مين بيقول أوكي، في عالم بصير عندها ظروف، فشوي هذا يعني كانت موجودة وتأجلت بسبب الكورونا والقوانين تبع 30% من الجمهور، فشوي صعب علينا. هيدا اللي بدنا نعرفه، هذا بدنا نعرفه. جزء الثاني من سوق الحرير، وفي عندي مشاركة هيك إن شاء الله يا رب نكون موفقين فيها برا البلد كمان بالمراحل الأولى. بتعرفي هلأ السفر شوي صعب، فعم يتم التحضير على هذا، يعني اللي بيقدر يجهز بشكل كامل ويسافر مع شروط الكورونا وشروط السفر هلأ للأسف صارت شوي صعبة، فإن شاء الله يا رب نكون موفقين بهذا الموضوع. إذا بدنا نحكي بالنسبة لسوق الحرير، تطورات شخصية أنت بشكل عام؟ هلأ أنا بقراءة أولية، لسه ما وصلتني كل الحلقات، بس إيه على الصعيد الشخصية في تطور بمحور شخصية أمينة، يعني بمحور شخصية أمينة بخطها خليني أقول. إيه شفتي أنت ردود فعل الناس، ولأي درجة عطتك حافز لهيدا السنة وللجزء الثاني؟ والله يعني كان جيد نوعا ما، فيني أقول التفاعل الخارجي كان واضح أكثر، لأنه هو نعرض على الام بي سي، وبتعرفي أنت جمهور الام بي سي يعني برا بيكون أو متحمس لعمل الشامي بظن أحسن من هون أو أكثر من هون، هذا اللي وصلني يعني. كان تفاعل العالم اللي حاكتني من اليمن، من العراق، من الإمارات، أكثر من الناس بسوريا، وبسوريا أكيد كان في هذا يعني كان في رأي إيجابي إلى حد ما، يعني بدون يعرفوا شو بده يصير. بتعرفي أنت نهاية أي جزء بتركوا النهاية مفتوحة، أو بيصير في هيك لحظة معينة أو تفصيل معين تنترك هيك مفتوحة للجمهور، فبيسألوك إنه شو بصير، مين تقواص، مين هو اللي مات، مين كذا. لا كان في تفاعل جيد لحد ما، إن شاء الله الجزء الثاني هلأ في تغيير، يعني ما بدي أقول جذري، بس إنه رح يكون واضح بالجزء الثاني، فإن شاء الله يا رب نكون هيك على قد المسؤولية. عام 2020 كان عام بالصعيد العام صعب، شو أكثر شيء صعب حسيتي؟ والله كان صعب على كل الأصعدة، يعني الناحية العملية والناحية النفسية والناحية الاجتماعية والناحية الوضع الاقتصادي بالبلد والوضع البلد العالم النفسية، يعني والله كان يعني إن شاء الله يا رب. هلأ أنا كتير متفائلة، وإن شاء الله يا رب يكون في هيك مكتوب الخير للبلد ولقلنا بشكل عام وبشكل خاص لي والناحية من كل النواحي. على الصعيد الشخصي شو أكتر شيء حسيتي صعب أو مر عليك قاسي؟ والله ما في شيء محدد لكون معك صريحة، لأنه كل شيء هو متسلسل للقصة، يعني إنه العامل الاقتصادي بيأثر على العامل النفسي، بيأثر على العامل الاجتماعي، بيأثر على على على، يعني هي مترابطة القصة، ما في شيء محدد يعني أنت فيك تحددي، يعني هو كمان 2020 عم توعدي. هو صار العنوان. أنا حدا كتير متفائل، أدمي يعني متفائلة ب 2021، إن شاء الله يا رب يكون مكتوب الخير. عم توعدي نفسك بشي بال 2021؟ مثل شو يعني؟ يعني في عندك هيك أمنية خاصة؟ كتير. هلأ كنت دائما أو كلنا كنا نفكر لقدام، وهو هذا الصح إنك تخططي لقدام. هلأ هاي الظروف اللي أنت محكومة فيها للأسف صرت تفكري إنه لا، فكري لبكرة شو بدك تعملي، خططي لبكرة ومنيح يمرق بكرة، على أمل إنه يعني تنجزي شيء انت هيك يعني مخططتي له. اخر سؤال، شو اكثر شيء تعلمتيه من هالسنه؟ اللي تعلمته هاي السنه الصبر، اللي بتقول ام كلثوم انما للصبر حدود، طلع ما له حدود الصبر. الصبر يعني ماشي. يعني الصبر فيني اقول لك ايه.